بجد ترحبوا حضراتكم. وجه فقرتنا دلوقتي مع زميل عزيز. قبل اي شيء كده مهنيا، حاجه هتلاقوها احترافيه جدا، حاجه هتلاقوا عندها دايما السبق، حاجه عندها السبق الصادق وليس السبق المجرد السبق وما تاكدش من الخبر. مش هقدر اقول كلام عشان ما يتهمش انا بجمل في حد، هو لا هو صغر سنه لكن هو قيمه صحفيه انا بعتز بيها جدا وبصداقته. حسام زايد بسعد بوجوده معايا النهارده. حسام صباح الفل ومنورنا. ربنا يكرمك يا فتح الله، دائما متالق ويعني شكرا على حسن ظنك. لا لا اكيد، وهنطلع منك حاجات كتير النهارده يعني، ومستنيين منك حاجات كتير بقى في كل الاتجاهات وما يميز حسام. مش بس احنا بنتكلم في كره قدم وبنتكلم في ما يشغل الشارع الكروي تحديدا، لا ممكن تروح لالعاب اخرى، ولا هنتحدث تحديدا عن كره اليد. عنده في كل حاجه كده معلومه مش هتلاقيها عند اي حد. ماشي يا حسام، هنبتدي منين؟ بس لا صوت يعلو دلوقتي غير المسوماني. هنبتدي اكيد من النادي الاهلي والمؤتمر الصحفي وتعليقك في البدايه عن اختيار جهاز فني افريقي، وده اول مره بتحصل في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ يمكن القطبين تحديدا لو بنتكلم عن قيادات اجنبيه. وشايف رؤيتك للمدرسه الافريقيه تبقى متوقع لها النجاح بشكل او باخر في قياده النادي الاهلي؟ صحيح، يمكن فعلا ده هو حديث الساعة، وفعلا في مؤتمر صحفي حاليا في النادي الأهلي لتقديم المدير الفني الجديد. قرار بالنسبة لنا جميعا كان مفاجئ، قرار قد يكون جريء، قد يكون خارج الصندوق، قد يكون فكرة غريبة علينا. نجاح الفكرة أو عدم نجاحها أعتقد ده هيظهر مع المباريات وتحديدا دوري أبطال إفريقيا. موسيماني الغرابة أنه طبعا زي ما تكلمت وقلت أنه حد جاي من قارة أفريقيا نفسها. إحنا تعودنا خاصة في مصر أو على مستوى الأهلي والزمالك تحديدا يا إما مدير فني أجنبي من أوروبا تحديدا أو مثلا لاتيني، يا إما من أبناء النادي أو من مصر. فكان قرار غريب جدا، وكان قرار يعني مفاجئ وخارج الصندوق، فده اللي فتح المجال للتنبؤ والتكهن بمستقبل موسيماني مع النادي الأهلي. في اعتقادي هو قرار مفاجئ لكنه يحتمل الشقين، وزي ما أنا ما كتبت حتى على صفحتي أنه يا إما هيصنع مجد جديد يا إما هتكون انتكاسة ربما يحتاج الأهلي فترة أنه يستعيد توازنه بعدها. مسألة اللي أنت بختار يعني زي ما أنت قلت مدرسة أوروبية أو لاتينية، هو كانش هيبقى مصري. صحيح. كنت تحفز إن هو يكون مصري بما إن الظروف هتبقى صعبة في استقدام حد أوروبي ومحتاج في توقيت معين يكون عنده خبرات أفريقية، لأن الأهم هو المعترك الأفريقي في المرحلة القادمة وخاصة السيمي فاينال اللي قادم عليه النادي الأهلي، ولا لأ النادي الأهلي عنده قدرة إن هو يختار حد السي في بتاعه ممكن ما يكونش القوي جدا زي ما شفنا مع فايلر ويؤدي بشكل قوي مع النادي الفاير. كنت تحفز أوروبي أم مصري دون افريقيا لو ما كانش اختار افريقيا؟ طبعا لو ما كانش اختار افريقيا، لكن طبعا لو الظروف يعني كانت الوقت لا يسعف الاداره ان هي تلحق تجيب مدير فني اجنبي بقدرات، اعتقد كان في عدد من ابناء النادي ممكن يشتغل في الفتره دي، الفتره المهمه، بدليل انه في الفتره اللي كان وقت كورونا كان في ازمه انه فايلر هيرجع، لا مش هيرجع من الاجازه بتاعته، لا هو زوجته مش عايزاه انه يرجع خوفا عليه من كورونا، الكلام ده كله. وقتها تحديدا اداره النادي الاهلي كانت حطت اثنين بدائل مصريين او من ابناء النادي الاهلي، الكابتن عماد النحاس والكابتن مختار، هما الاثنين كانوا اختيار لاديره النادي الاهلي في حال عدم مش عارف عودة. عندي معلومه مخالفه، فايلر كانت معلومه محمد يوسف هو الاقرب بما انه لا ده في اخر المطار. مره ده في المره الاخيره، انا بتكلم على الفتره في البدايات الاولانيه الفتره بتاعه كورونا لما كان في اجازه هيرجع مش هيرجع، في بكلام انه مش عايز يرجع مصر تاني، فكان اداره النادي الاهلي وقتها حطت اثنين بدائل، كابتن عماد النحاس وكابتن مختار. وحتى كلنا اتكلمنا مع نادي المقاولين والمهندس محمد عادل، الشخصيه المحترمه جدا كل التحيه ليها، قال لك ابدا انا ما عندناش مشكله، ابن النادي وبيلبي نداء النادي وربنا يوفقه. الحاله الوحيده اللي هيسمح فيها المقاولون العرب لعماد النحاس ان هو يمشي هو النادي الاهلي، ده اتفاق يعني، واكيد لو منتخب الوطن او كان طبعا لكن دول الحالتين الوحيدين اللي هيمشي فيهم من النادي المقاولين بعد التطور الرهيب اللي حاصل مع الفريق طبعا واقترابه من دخوله بالفعل في المربع الذهبي. لكن موسيماني مستقبله او طريقته بالملعب طبعا بالاداء طبعا باشياء في الغيب يعني، المعطيات موجوده، الاداره بتوفر له السبل المطلوبه، لاعبين جدد، النظر في المعارين، كل ده هنتكلم فيه تبعا طبعا. التخوف حسام انت عارف في مسيرته الخارج جنوب افريقيا
ما كانتش بالكفاءه وما كانتش بالنجاح، لا هو خاصه بلقاءاته مع الوداد او الفرق المغربيه كان بيقصى منها في النهائيات، فده شيء عامل قلق شويه لجماهير. طبعا عايزين نقول ان دي اول تجربه في حياته خارج جنوب افريقيا ليه كمدرب، ان هو يطلع بره جنوب افريقيا. الراجل على المستوى الشخصي خلينا برضو نقول انه كان حلم بالنسبه له ان هو يدرب النادي الاهلي طبعًا. وصرح بيه اكتر من مره، وكان ظاهر حتى في فيديوهاته تصوير الجمهور يعني في عارف في نظره انبهار كده بتشوفها في عينه، دي كانت ظاهره واضحه، فبالنسبه له حلم فعلا ان هو يدرب. خدني الحته مع اني كنت عايزك تجمل اجابتك دي، حته احنا بنختار مدير فني اجنبي عشان يبقى فاصل ما بين العالم الاخر اللي هو الجماهير والسوشيال ميديا. شفته هو في توديعه لجماهير جنوب افريقيا الارتباط الغير عادي، وان هو قد ايه مهتم بالجماهير، وشفته بتصويره لجماهير النادي الاهلي هنا وتعلقه وانبهاره بيهم. فده الحته دي اللي احنا كنا بنقول هيفصلها المدير الفني الاجنبي اللي بيقود الاهلي او الزمالك عنه، ان هو مش متابع، تقال هو مهتم بيها قوي قوي جدا في 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 جنوب افريقيا، وكمان لما جه هنا وصور جماهير النادي الاهلي. كان ايه الفرق ما بينه وبين مصر؟ هرجع تاني للنقطه دي عشان عندي انحياز شويه، مش عارف انا ما ينفعش اقول رايي، بس كان عندي انحياز شويه انه يكون حد من النادي الاهلي في الفتره دي. هي زي ما قلت لك التجربه نفسها ان هي جديده، لان هي اول مره، فخلت في خض عندنا يعني. خلينا نكون برضو بنتكلم بصراحة، لا في خض حصلت، انه انت بص شايف بتبص ناحية اليمين تماما، فبتلاقي الاختيار جاي من اقصى اليسار تماما يعني. لا يعني كانت ترقيصة ترقيصة يعني بجد، لا صحيح. فلكن هو طبعا اكيد اي حد مرتبط بتتكلم في 8 سنين هو مع سان داونز من 2012، فعلشان يكون موجود الفتره دي كلها وارتباطه باللاعبين وبالاداره وبالجمهور هناك، اكيد الوضع مختلف تماما. طبعا انك تكون موجود في مكان وتبدا تمشي بعد 8 سنين، فاكيد طبعا حاله عاطفيه غير طبيعيه، وكمان مقبل على تجربه يعني ممكن يعني نقله في حياته، نقله كبيره يعني. اي حد يجي النادي الاهلي بالظبط فايلر نقلته، ما حصل له نقله وتطوير غير عادي اكيد. لكن كمان 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 بتتكلم على اول تجربه من نوعها، انه مدرب من نفس القاره ويدرب في مصر اهلي او زمالك، ده حصل طبعا يعني كانت تجربه عابره مع المقصه ايمانويل بالظبط. لكن دي تجربه اول مره تحصل، هيكون عليها تركيز كبير جدا طبعًا. وهو عارف ان هو هيبقى عليه تركيز كبير، مستقبله في النادي الاهلي في اعتقادي، رغم انه حصل طبعا توقيع سنتين، لكن انا شايف انه دوري ابطال افريقيا ممكن يكون يحدد مستقبله مع النادي الاهلي. التسويق بيقول، لو احنا بنتكلم تسويقيا، انت بتختار مثلا المدير الفني من دوري قوي، فانت بتقول الدوري ده تصنيفه ايه؟ الدوري بيقول الكاف اللي قال، ودي كانت تقارير صحفيه من احد الصحف المغربيه، ان تصنيف الدوري المصري هو الثاني، وتصنيف الدوري الجنوب افريقي هو السادس. فهل لغه التصنيفات دي المفروض تبقى في الاعتبار في اختيار اي مدير فني؟ طبعا المفروض ده في الامور الطبيعيه يعني، لكن في امور يعني بقول لك فكره جديده، فاكيد طريقه التفكير نفسها. خلينا برضو ده ظهر في اول جلسه ليه مع اللاعبين، لما دخل مع الكابتن محمود الخطيب، ولما سلم على الكابتن محمود الخطيب، ولما دخل هتبص تشوف نظره اللاعبين في الصفين قاعدين بيبصوا له، ما بين انه لقطة جديد انت جاي تعمل ايه يا ترى يعني لا يعني في على كل المستويات، مش على المستوى حتى الاعلامي فقط او النقاد الرياضيين فقط او كده، لا حتى كمان على مستوى الجمهور وعلى مستوى اللاعبين، كله منتظر يشوف موسيماني هذا القادم من ادغال افريقيا هيعمل ايه مع النادي الاهلي بطموحه وبانجازاته وبمستقبله وبنظرته لبطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا. كل ده انا عن نفسي منتظر بكره مباراه المقاولون العرب، هتكون اول محك ليه، مش هقول اختبار، لكن لانه لسه طبعا ما لحقش يجهز مع اللعيبه، لكن تاني سامي مصان هيبقى اكثر بصمه في هذا اللقاء. هو قال ده على فكره في حواره امبارح مع في يعني في قناه النادي طبعا، وقالوا في حواره للموقع الرسمي انه هيكون اكتر اعتماده خلال الايام القادمه على المساعدين اللي موجودين، لان هم الاكتر درايه لغايه لما يكون عنده المام بكل التفاصيل. حاولنا نقتبس كده من الساده المشاهدين الاسئله اللي ممكن تدور في مخيلتهم بالشكل اللي هو شويه متجه سلبيه. خلينا نروح للجانب الايجابي شويه في اختياره بقى، يعني الراجل افريقيا له مفاتيح وله تعاملات مع القاره الافريقيه، لو هنتكلم عنه بالشكل الايجابي اللي هو يقدر
نوصل للناس فكر إدارة النادي الأهلي لما اختارت موسيماني كانت بتختاره عشان. تمام. طبعا فكر إدارة النادي الأهلي اختارت موسيماني على اعتبار أنه راجل ليه بصمة زي ما تكلمنا في أفريقيا، حقق بطولة أفريقيا 2016. هو مش مطلوب من 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 المدير الفني أنه هو يكسب البطولة كل سنة، مش مطلوب، لكن مطلوب أن أنت بتنظر للموضوع بشكل عام. هو بدأ مسيرته مع سان داونز من 2012 بالنظرة انه الدوري زي ما قلنا الترتيب السابع، لسه كنا بنتكلم، وتطور المستوى بتاع سان داونز وازاي بيعتمد على السرعات وازاي بيعتمد على طريقة لعب قد تكون غريبة حتى على الفرق القادمة من جنوب القارة. فبالتالي كان في وجهة نظر داخل إدارة النادي الأهلي انه ده قد يكون الاختيار الانسب في الوقت ده اللي حصل فيه مفاجاه، او هي مش مفاجاه طبعا، رحيل فايلر. لانه انا هنا تحديدا يوم 24 اغسطس مع الزميله اميره جمال قلت انه فايلر هيمشي بعد بطوله افريقيا، حتى لو كسب بطوله افريقيا هيمشي. اللي حصل طبعا بعد التاجيل بالظبط، ففي النهايه كان القرار محسوم. يعني فايلر من ساعه ما رجع من كورونا وكل الناس متابعه وشايفه ان هو لا في حاله تشديد من التفكير، ما بي يعني ظواهر كتير قوي كان منها مثلا ما بيحضرش المعسكرات، ما بيباتش في المعسكرات مع اللعيبه، حاجات كان كل الشواهد بتقول ان هو لا الراجل عنده راي اخر في استكمال مسيرته مع النادي الاهلي، ولكن التعاقد هو اللي كان رابطه الشرط الجزائي لحد النهايه. طب مين الخاسر ومين الفائز لو قلنا في رحيل فايلر؟ لا يعني الخسارة في الرحيل أو المكسب بتكون نسبية يعني في الأمور اللي زي كده تحديدا. لكن الرحيل قبل مبارتين مهمتين اللي هو نص نهائي دوري الأبطال وإذا قدر لي العبور المباراة النهائية، طبعا ده توقيت مهم جدا، توقيت حساس بالنسبة للفريق. الفريق هيقدر المدير الفني الجديد إن هو بسرعة يلم الأمور ولا لأ؟ ده نفس الكلام برضو على الناحية التانية في نادي الزمالك، وأكيد هنتكلم عنه. لكن بتتكلم في توقيت فايلر، أنا أشوف أنه هو لو كان انتظر أنه هو يكمل مشواره مع النادي الأهلي للمباراة النهائية إذا كان في طموحاته وأحلامه أنه هو يمشي لما يمشي كراجل بطل أفريقيا، غير أنه هو لما يمشي كده لكن جايز تكون حساباته مختلفة، أو جايز يكون اتفق بالفعل مع فريق فما فيش مجال إن هو يكمل تاني. دي كلها أمور يعني ما تقدرش بالظبط هتظهر أكيد يعني. هتظهر بالظبط، اتفق معاك أكيد. هنروح بقى لنقطة مهمة، مين اللي ممكن يبقى له فرصة في ظل تواجد موسيماني ما كانش واخد الفرصة في النادي الأهلي؟ مين المعارين اللي يمكن راداره هيلقطهم مره تانية؟ راجل بيلعب كره هجوميه بشكل او باخر، عنده ازمات في طريقه لعبه ان هو بيتلقى اعداد كبيره جدا من الاهداف. خد بطولتين، كان واحده منهم 24 هدف تلقاهم و22 هدف في مباراه في مجموعه البطوله اخرى. فالاهلي عنده ازمه في خط الدفاع بسبب الاصابات، وعنده سوء توفيق مع راس الحربه اللي يعتبر مروان محسن. بشكل او باخر هيحتاج تدعيمات، هيعمل ايه في وجهه نظرك؟ في وجهة نظري انه المعارين بالنسبة لهم التعاقد مع موسيماني ده مكسب كبير جدا، هيديهم فرصة ان هم ممكن يرجعوا النادي الاهلي وممكن يكون ليهم دور. زي ما لسه بتقول فعلا هو بيعتمد على الطريقة الهجومية، بيعتمد على الكرة السريعة، عنده شغف هجومي غير طبيعي، لكن هيلحق يطبق ده في الوقت ده اعتقد صعب. لكن واحد زي وليد أزارو ممكن يكون له دور ان هو يرجع تاني في الصورة ويشوفه هو بشكل مختلف في وجهة نظري. كمان المعارين عندك مثلا محمد شريف، كمان التعاقد مع طاهر محمد طاهر، دي كلها عناصر هيكون ليها فرصة. ممكن كمان أكرم توفيق لان هو بيعتمد بشكل صريح على اتنين ارتكاز، فممكن أكرم توفيق يكون ليه دور كبير جدا في طريقة موسيماني وتفكيره على المستوى الفني. انت بتفكر في عودة ناصر ماهر مرة تانية؟ ممكن نشوف ناصر ماهر من ضمن العناصر طبعا المتألقة مع سموحة، واللي ممكن يكون ليه دور في نفس طريقة اللعب. فدي احمد ياسر طبعا احمد ياسر ريان طبعا. فملف المحترفي المعارين بشكل كامل اكيد هيكون في اولوياته، اكيد هيبدا يشوف التقارير اللي بتعملها الاداره الفنيه في النادي الاهلي ولجنه التخطيط، ويبدا يشوف مين اللي ممكن يكون مفيد بالنسبه له. لكن في اعتقادي هيكون في اكتر من عنصر هيرجع من المعارين. ملف على ما اظن ممكن ما يكونش الحسم عند موسيماني فيه، وهيبقى للاداره مش كمان لجنه التخطيط فقط، صالح جمعه وضعيته، هل ممكن يبقى له قبلة حياة أخرى مع موسيماني، ولا الموضوع منتهي من مجلس الإدارة، ولا الأمور هتبقى ماشية مع ازاي؟
هو صالح جمعه طبعا للاسف انه حصل على اكتر من فرصه، هو يعني تحس انه مصر ان هو ما يستغلش اي فرصه بتيجي له. يعني اتمنى ان هو يشوف النماذج اللي كانت قبل كده اللي كانت ملء السمع والبصر في ملاعب كره القدم، وفجاه حصل مشاكل وحصل عدم تركيز داخل الملعب، فبالتالي ما حدش فاكرهم دلوقتي. يعني صالح جمعه اللي اللحظه اللي بنتكلم فيها ما عملش اي حاجه على مستوى النادي الاهلي او حتى مع منتخب مصر تخليه يفضل موجود في اذهان الجماهير. حظه حلو انه الجمهور مسانده كتير، يعني الجمهور بيساند صالح جمعه في اكتر من مناسبه وفي اكتر من مشكله واكتر من ازمه، لكن هو مش عايز يساعد نفسه. صالح مش عايز يساعد نفسه. لو قدر لي انه ياخد الفرصه مع موسيماني، واعتقد ان هي صعبه جدا في ظل الاحداث اللي حصلت يعني مؤخرا والكلام ده كله، ده هيكون قرار من الاداره ان هو يعني يبقى خارج الصوره، لكن لو خد الفرصه دي هتكون اخر فرصه انا شايفها بالنسبه له. في حاجه ما قلناهاش في الاهلي لسه، معاك كواليس اخرى ولا نخش على باتشيكو والزمالك؟ يلا بينا على باتشيكو. باتشيكو تاني تجربه مع نادي الزمالك. في ناس مبدئيا تعليقك على تجربه اللي يبقى كان عندك مدير فني ورحل وبيجيبه مره ثانيه، كانت انجح نموذج اكيد كان مانو جوزيه في الرحيل ثم العوده، وعمل انجاز وتاريخ هو الافضل يمكن في مسيره لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي وفي عصور النادي الاهلي واذاها. الفكره دي هل معاها ولا مش معاها، وتفضل ان انت يكون واحد عارف الفريق ولا لا؟ خلاص بما انك جبت اجنبي هات بقى افضل سيفيهات المطروحه ليك. بيكون طبعا ده معتمد على يعني الطريقه اللي مشي بيها المدير الفني. هل مشي بعد اخفاق؟ هل جاله عرض فبالتالي اصبح يعني حصل اتفاق في الرحيل فدلوقتي بقى يعني متاح ان هو يرجع؟ في امور كتير جدا تقدر تقيس عليها. طبعا عوده باتشيكو برضو كانت من الامور الغريبه، لكن احنا تعودنا مع نادي الزمالك مفيش حاجه غريبه، يعني كل شيء متوقع وكل شيء ممكن يحصل، وخاصه التوقيت كان صعب برضه، هو برضه عايز يلحق يلم الامور قبل المعترك الافريقي، وكان عنده ضيق من الوقت وتخوف ان هو ما يلحقش يجيب حد. مش عارف زي ما انت كنت بتقول مساله ان هو الاختيار في زي ما قلنا كده مع موسيماني مفيش نزهه او فسحه اللي انت تفكر في اكتر من حد، فكان هو الافضل. هو يعني الاداره كانت واضحه في نادي الزمالك ان هو في اكتر من اختيار موجود، او تحديدا ثلاث او اربع اختيارات موجودين، فيريرا وجروس وباتشيكو، ده كان واضح من البدايه انه التحركات بتتم في هذا الاطار. يعني وكلهم لهم تاريخ مع نادي الزمالك، يعني ليهم يعني تجارب قبل كده مع نادي الزمالك، فبالتالي كان تفكير الاداره برضو زي ما قلنا ان اداره النادي الاهلي فكرت انه مدرب موجود في افريقيا وانه ليه بصماته موجوده، اداره نادي الزمالك فكرت انه باتشيكو رغم الازمه اللي حصلت في الرحيل لكن ممكن يتم احتواء هذا الامر، وانه الراجل يكون ليه دور في الفتره القادمه مع نادي الزمالك، وانه هو على درايه بالامور في مصر بشكل عام ماشيه ازاي، الامور داخل نادي الزمالك ماشيه ازاي، فكان ده الاتجاه. طبعا كان غريب ان هو يرجع تاني، لكن اما وانه قد حصل فهو الراجل دلوقتي يعني كل التفكير بالنسبه له ان هو ازاي يكسب بطوله دوري ابطال افريقيا، لانه خلاص ما فيش امل في الدوري. يعني الزمالك هو دلوقتي بيحاول ان هو يعني يامن المركز الثاني على اساس المشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم، لكن الامل دلوقتي كل الامل على دوري ابطال افريقيا. هل الامور المحيطه، هل المعطيات، هل هيلحق؟ ده كله اعتقد المباريات القادمه في الدوري بالنسبه له ممكن تورينا هو بيفكر ازاي. في كاس مصر اكيد عنده برضه مهمه، هو الحفاظ على لقب الباس عليه دايما نادي الزمالك في ظل بعده عن الدوري المصري، فاكيد الكاس عنده مباراه مع سموحه، مباراه مهمه جدا، مباراه في دور ال 16 بدري. يعني سموحه دلوقتي بيعيش يعني شايف فتره من افضل فتراته، وعمل مباراه جيده جدا امبارح مع الاسماعيلي، بيعرف يخطف يعني في السموحه بقاله اكتر من مباراه بيعرف يخطف، يعني بيامن نفسه. هو اتخطف امبارح في الدقيقه الاخيره، هو اتخطف في الدقيقه الاخيره بس برضه يعني الهدف اللي سجله كمان في اخر الشوط الاول يعني برضه كان ان هو بيعتمد على الهجمه المرتده بشكل كبير، بيعتمد على مهارات حسام حسن طبعا وناصر ماهر. ناصر ماهر امبارح كان عامل ماتش رائع 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 جدا يعني. تمريراته سحريه للغايه. ف مباراة سموحة والزمالك مباراة قوية، مباراة نتفرج عليها ككرة، هتظهر كمان فكر مستر باتشيكو عامل ازاي مع الزمالك خلال الفترة القادمة. احمد سايبي برضه بديله حق المرة التانية، يمكن كان معانا مداخلة يمكن مش عارف متابعتها ولا لا، ومن الاجيال اللي احنا سايبه بصمة
جيل احمد سامي، عماد النحاس، كشري، طبعا كل ده الاجيال اللي هم نقول على الوسط مبسوط بيهم جدا بصراحه يعني، ويستحقوا ان هم ياخدوا الفرصه وان يكونوا في الصداره دايما يعني. طيب نروح بقى لسه مع الزمالك زي ما احنا، تعليقك اكيد عن موقف احنا ما بنشاهدوش كثيرا في ملاعب العالم كله مش بس هنا في مصر، وبيبقى في استياء برد فعل لاعب محترف زي ساسي، اداء جيد جدا في الملعب ولكن موقفه الاخير مع الحكم المباراة اللي كتب في تقريره وتعدى لفظا وايضا اعتدى على السماعه الخاصه بيه، وزي ما الصوره السيئه اللي شفناها ومش حابين نعيدها حتى واحنا بنتكلم عنها، تقريرك عن هذا الموقف. طبعا موقف مرفوض تماما، واي انسان سوي وهو قاعد اكيد هيرفض هذا المشهد اللي حصل. بتكلم في ده وبقول انه نفس الكلام انا قلته قبل كده لما حصل موقف وليد سليمان، ونفس الموقف تمام قلته لما حصل محمد الشناوي، فبس لانه الناس دايما بتحب تاخدك في جدل، اصلي الاهلي اصلي الزمالك، طب اشمعنى بتقول على ده، طب ما التاني عمل، طب ما هو انا مش ذنبي ان انت مش بتتابع، احنا بنقول ايه دايما انت بس بتشوف يعني. ده اللي هيحصل على فكره دلوقتي على السوشيال ميديا، ما انا علشان كده بس تكلم. بوضح النقطه دي تحديدا، انه احنا بننتقد الفعل السيء وبنقول بغض النظر عن مين لابس تيشيرت لونه ايه. انا عن نفسي بعمل كده يعني. لكن انت ما تجيش يعني تقول لي طبعا يعني. يعني ما تجيش تقول لي انت بتتكلم ليه على ده وما بتتكلمش على ده، انت ما شفتش ده وبعدين هو ما بيردش دلوقتي، هو بيجيب لك الفيديو ده ويجيب لك الفيديو ده ويجيب لك الصوره دي ويجيب لك طب يا عم احنا في ده اللي حصل في التوقيت السابق ده خلاص، هو لجنه الحكام طرقت ليها ده او لجنه اتكلمنا فيه ده وقلنا وفي عقوبات صدرت بس. وموضوع كمان قبل كده ماتش السوبر انتقدنا اللي حصل فيه بشده وفي عقوبات صدرت وقلنا عقوبات صارمه ويعني دايما وبناء على اللجنه غيرت العقوبات السيزون ده تحديدا يعني، لجنه الخماسيه غيرت من العقوبات اللي كانت خاصه بالحكام والاعتداء عليهم يعني. ما انا لسه هنتكلم في موضوع العقوبه او ايه اللي هيحصل، لكن احنا بنتكلم في الفعل نفسه. لا طبعا على كل المستويات بغض النظر عن مين اللي عمله، فعل لا يليق خاصة لما يكون طالع من حد بحجم فرجاني ساسي، المفروض ان هو لاعب محترف، المفروض انه بالنسبة لعدد كبير من الجمهور الانظار كلها معلقة عليه، ممكن يكون عدد من الشباب بياخدوا مثل وقدوة، فما ينفعش ان انت تعمل ده مع حكم ايا كان، الا اذا كان في امور فيها ضغوط بره الملعب مخلياك انت خرجت عن النص. يعني زي ايه مثلا يا حسين؟ لا يعني احنا يعني خلينا نتكهن معاك كده من ضمن الكلام اللي بيتقال على مسلسل كالترون، ناس قالوا وربطوا ان ده يعني شيء مقصود، شيء اللي افتعل وافتعله اساسي عشان يبقى فيه ازمه ويبقى سبب من اسباب رحيله على طريقه كالترون. بص دايما لما بتفكر في حاجه وبتخلي عندك صراع نفسي بتخليك تعمل تصرفات انت بعد كده مش راضي عنها. شفنا حتى مع فايلر قبل ما يمشي في اكتر من مباراه ازاي كان عصبي داخل الملعب، هو ما كانش كده طول عمره ولا المؤتمر الصحفي، نظراته كانت متوتره دايما في المؤتمر الصحفي، فلا في حاجات في الصراع النفسي بتخليك تخرج عن النص. اللي عمله ساسي احنا شيء مش معتاد منه، ما حصلش منه قبل كده، فاعتقادي هو يعني قراءه وليست معلومه علشان اكون صريح، انه ساسي بيفكر في حاجه بره الملعب، ايه هي ما عنديش معلومه، لكن اللي حصل ده احنا مش متعودين منه عليه، فبالتالي انا برجع الموضوع انه في حاجه بره الملعب مخليه ساسي عمل الفعل اللي حصل ده. يعني خلينا اتفق معاك بنسبه كبيره جدا ان ده زي ما بقول لك بيتكهنوا الكثيرين على السوشيال ميديا، هي بقت خلاص مرصد كل الناس بتتابع وبتحلل وعندها رؤيه، يعني ان الامر فيه حاجه لانتقال ساسي، في خاصه ان هو العقد ومش العقد هو بالنسبه للعقد يحق ليه في يناير ان هو يمضي لاي فريق لو ما جددش مع نادي الزمالك، لانه ده يعني الموسم اللي جاي اخر موسم ليه. أيوه. ففي يناير لو ما جددش للزمالك يحق ليه ان هو يمضي لاي فريق مجانا يعني. تمام. لو احنا استطرقنا دلوقتي للتحكيم، هل التحكيم ظالم ام مظلوم في هذه الاونه في ظل تواجد الدرع الواقي انا هسميه كده وهو الفار؟ لو مش في عندك مشكله تروح للفار ويبقى الفار هو حلها لك، ما بقتش فيه الاخطاء الجسيمه، ولو رصدنا كم ركلات الترجيح اللي تم او ركلات الجزاء اللي تم احتسابها من الاسبوع ال 18 لهذا الموسم لحد اخر اسبوع هيبقى موجود، مع مقارنه بالموسم الماضي من الاسبوع ال 18 حتى نهايه الموسم هتلاقي كم من ركلات الجزاء احتسبت بشكل كبير جدا. كان في الاول ممكن الاهلي والزمالك الحكم بتاعهم على طول ما بيديش فرصه،
هوبا فيها شك بحسبها. لا بقى كل الفرق دلوقتي عندها عندك شك، بيقف الفار يقول لك ايه الوضعيه، الحكم ظالم ام مظلوم في هذه اللحظه؟ الحكم يعني بشكل كبير جدا مظلوم. الحكم بتفق مع الكلمه اللي دايما الكابتن جمال الغندور بيقولها وفي حواراتنا، انه التحكيم ما زال هو الحلقه الاضعف في المنظومه. التحكيم هو اسهل وسيله ان انت تعلق عليها شماعه الخساره او الفشل. التحكيم ما فيش حد بيدافع عنه، ولا مسموح للحكام طبعا ان هم يدافعوا عن نفسهم. التحكيم اسهل، ما فيش اي حد بيخسر في اي مباراه الا بيتهم الحكم ان هو السبب. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا انه الفار مش معناه ان الاخطاء هتنتهي، الفار مش معناه انه كل مشاكل كره القدم هتنتهي، لانه في النهايه كره القدم فلوس السحري المفروض الناس ما تعتبرهاش ذلك. يعني هو هي مش لعبه رقميه زي السباحه مثلا بتتحسب بالثانيه او زي التنس، لسه فيها العامل البشري طبعا. يقدر الصوره، والصوره في بعض الاحيان ممكن تكون خادعه بابعادها، كره من كاميرا زاويه خلفيه غير عكسيه غير طبعًا اماميه، فتبقى تخدع اي حد يعني جدا. فلا يعني اللي بيحصل مع الحكام ده لا يليق ولا يصح، ولازم يكون في رد فعل قوي وتفعيل اللوائح من جانب اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو اللي لازم يحمي الحكام، هو اللي لازم يحمي حكام، ومش هينفع انه اي حد يحصل معاه اي حاجه يطلع ينتقد ويشتم ويبهدل في الحكام. لا، ده شيء غير مقبول تماما اذا كنت عايز تبني ثقه في النفس عند الحكام وما تكررش المآسي اللي حصلت قبل كده. هل الثقه في النفس تدعي لجنه الحكام بخبر كان موجود معانا صباحا النهارده بان هو عدم يعني ايه مش عارف يعني هقول حجب، هقول نوع من انواع التقليص، تواجد على السوشيال ميديا او الحديث على السوشيال ميديا او وسائل اعلام مختلفه. شايف قرار لجنه الحكام لجنه الحكام الدوري الممتاز بس تحديدا كمان ان هم ما يتواجدوش في وسائل الاعلام ولا السوشيال ميديا والوسائل الاجتماعيه الاخرى، شايف ده ازاي؟ شوف، هو بالنسبة طبعا للتواجد على وسائل الإعلام ده طبعا أنا بالنسبة للحكم أنا برفضه، إلا في يعني حالات معينة، يعني بعد نهاية الموسم حكم مش عارف هيتم تكريمه الكلام ده كله، لكن إنه الحكم يطلع ويرد ويوضح هو ليه عمل كده أنا ضد ده تماما. طب لو هو وقع ثم الطرفين شخصين بس، لا يعني المفروض آخر خد فرصة إن هو يتحدث إعلاميا، رئيس لجنة الحكام هو اللي يطلع يرد، لكن الحكم نفسه ما يردش. طب لو الحكم شاف ان هو لجنه الحكام ما بتردش، وده في اغلب الوقت على فكره ان هي ممكن ما تردش، لا يتناقش مع اتحاد الكوره نفسه، يتناقش مع رئيس لجنه الحكام، لكن لا يجوز. يعني انا ضد تماما انه حكم يطلع في السوشيال ميديا يعني يتكلم في حاجات يعني خاصه بيه بعيدا عن المباراه وبعيدا عن كره القدم وبعيدا عن الكلام ده كله. انت مش عايز تفتح جدل في الموضوع ده تماما. الحكم تحديدا يعني في موضوع التعليقات ده هيفتح باب يعني مستحيل، وده على فكره في العالم كله مش في مصر بس، غير مسموح القانون نفسه الفيفا ممنوع انه الحكم يطلع يتكلم في اي وسيله اعلاميه. ده مش في مصر بس يعني، وده حمايه ليهم. لكن انك، وعلى فكره ده انا قلته انه ده كمان من الاسباب اللي عامله ضغط نفسي على الحكام. طب ما ده انا يعني لسه سبتك اهو تتكلم. انا هقول لك ليه، بس انا ده مش معناه انه يطلع يتكلم عن الراي، ده مش معناه انه يطلع يتكلم، لكن معناه انه انا محافظ على ضبط النفس ومحافظ على اللوائح بتقوله. طب خلينا ناخدها بالشق الاخر، يعني هتقمص انا دور الحكم وانا بتكلم معاك، انت هتعمل معايا ده وهحترم ده عشان انت لجنه بتقود المساله، لكن في نفس الوقت انت لازم تحافظ لي على حقي وحقوقي، وتقدر توضح الامور اللي محتاجه ان انت تتدخل فيها او انا كنت اتدخل فيها، فبناء عليه انت هتتحدث بلساني. هل ده لجنه الحكام قريبه مني فعلا، وشايف ان هي في مواقف ما بتوضح ليه؟ يعني خليني اقول معاك امثله، تكهنات ان الحكم الفلاني ده ما بقاش يحكم للفريق الاهلي او الزمالك عشان لجنه الحكام قررت ان هو ما يحكمناهاش، او عشان رئيس النادي الفلاني او رئيس او النادي الفلاني ما عندوش رغبه ان الحكم ده يؤدي عشان هو اداؤه مش كف ان هو متواجد في لقاء لاهلي او زمالك. المفروض في التوقيت ده لجنه الحكام تطلع ترد، هو الحكم ده سمعه برضه قدامه اهله وقدامه اسرته ان هو بشكل او باخر صورته بتتهز قدامه. هقول لك، هو لما يطلع يقول المره دي انه يا جماعه لا ما فيش الكلام ده، وانه لجنه الحكام هي صاحبه الاختيار والقرار والكلام ده كله، وبكره طلع نفس الكلام، ما هو مش مطلوب منه ان هو كل شويه يطلع يرد يقول لا يا جماعه احنا ما عملناش كده. هي قايمه بده،
انا بقولش بقى اللاعب الحكم نفسه، الحكم خلاص مش هعمل الدور ده. بص انا لكن لجنه الحكام نفسها بتعمل شفتها بترد على حد قال والله احنا قلنا ان احنا مش عايزين حكم الفلاني في مبارياتنا فبناء عليه ما بنشوفش الحكم فعلا ده، يبقى كلامه ده مظبوط. حصل، انا شفت ده يعني مع الكابتن جمال غندور تحديدا طلع في النقطه دي تحديدا واتكلم اكتر من مره. حاليا الكابتن وجيه احمد ومعاه الدكتور عزب حجاج يعني اعتقد ان هم بيطلعوا وبيردوا على الكلام ده. انا مش عايز بس ارصد حالات معينه يعني، انا بتكلم على الـ بشكل عام على موضوع انتقاد الحكم او الضغوط اللي على الحكام. لا، في ضغوط كتير جدا على الحكام، مطلوب من اتحاد الكوره ان هو يدافع عن حكامه، مطلوب من لجنه الحكام ان هي تحمي حكامها، مطلوب من المنظومه داخل اتحاد الكوره ان هي تحافظ على هيبه الحكم وعلى شكل الحكم. وقاضي في الملعب طبعا طبعا طبعا، منظومه ما ينفعش تسيب من غير القاضي اللي موجود في الملعب ده، يعني أنا مع احترامي للنجوم اللي في الملعب كله. انا مساند دائما وتماما للتحكيم المصري وللحكم المصري، وبقول ان الحكم المصري لما بيتوفر ليه الاجواء المناسبه بيكون من افضل العناصر، بدليل ما هو حكامنا بيطلعوا بره في افريقيا وفي الدول العربيه بيعملوا احسن مباريات. انا عندي مقوله وبستشهد بيها دايما وهسالك وهتيجي معايا فيها وهنكون المقوله دي، هو الحكم موجود ليه في الملعب؟ علشان يحكم يحكم لو يحتسب اخطاء الاخرين. صحيح، يعني هو موجود لاحتساب اخطاء من 24 فرد موجودين في الملعب. مش وارد هو يخطئ طبعا، يعني هو بشر زيه زي لا ده انا هكمل لك حاجه ده هو يعني موجود عشان يعني يحكم ل 24 واحد بيخطئوا في الملعب. هو كانسان من حلاوه كره القدم نفسه ان هو ممكن يخطا ويبقى عنده واقع للحظه ما تركيزه بيتشتت، لحظه ما زاويه الرؤيه ايا كان بتختلف الامور معاه فيبقى في قرار خاطئ. ده وارد. انا لا انا كمان أنا عايز اسالك او نسال الجمهور او المشاهدين سؤال. هو الحكم ده مش زيه زي اي حد في اي شغل عايز يكون رقم واحد؟ ده حقيقي. هل يعقل ان الحكم يتعمد ان هو يخطئ؟ لا طبعا، ولا يكون انحياز لاي فريق اخر. مستحيل. ودي برضه من ضمن الحاجات اللي بتتقال، اصل الحكم ده عند ميوله فلانيه بيضاء او بيتقال على الكل على فكره، خلاص احنا اتعودنا على ده والحكام نفسهم يعني انا يعني دايما الحمد لله على تواصل مستمر مع اغلب الحكام. هم خلاص بقى عندهم تعود على الوضع اللي حاصل. تاخد منهم تصريحات حسام ولا ايه؟ في التواصل مع امي؟ لا طبعا يعني مش انا لسه بقول لك ما ينفعش اقول تصريحات تقول لا، لكن بتواصل معاهم طبعا اكيد طبعاً. بقول لهم احنا معاكم، بقول لهم احنا وراكم، ما تتاثروش باي حاجه. هم في البدايه كان الوضع في تأثر وفي زعل طبعًا. وفي حاجات كتير طبعًا. لانه في النهايه طبعًا. كل واحد ليه اسرته طبعا، يعني هو حابب ان هو يطلع بشكل مش لطيف وحابب ان يطلع حد يعلق عليه وده كله بيته وخلاص بقى الموضوع سوشيال ميديا بيبقى رصد كله ده والتلفزيونات والمواقع المختلفه رصد ده، فيعني الموضوع هو مش حابب يطلع على شكل سيء. مين فينا حابب يبقى مش كويس قدام نفسه اولا وما بيحبش نفسه ان هو يبقى كويس جدا عشان في الاخر ده يبقى مميز ليه وشغله لبيته؟ طبعا يعني الموضوع طبعًا. صعب قوي يعني. الحكم زيه قلت ده قبل كده، زيه زي اللاعب ممكن يخطا ممكن يجيب جون في نفسه، زيه زي المدرب ممكن يعمل تشكيل غلط ممكن يكون مش موفق في اي يوم. فاذا هو عنصر من عناصر المنظومه، هو مش حد جاي من السماء نازل انه لازم ما يغلطش، لا هيغلط طبعا. طب العقوبات شايف ان هي من دورها ان هي تحد لهذه المواقف اللي بتعرض ده الحكام، ولا شايف ان لا محتاجه تغليظ من لجنة العقوبات ان هي تغلص العقوبات على من يخرج عن النص مع الحكام؟ شوف هي في البداية محتاجة تطبيق، يعني محتاجة ان هي تتطبق فاهمني؟ يعني قبل ما نتكلم عن تغليظ عقوبة او تغييرها احنا محتاجين نشوف عقوبات فعلا بتتطبق على الناس بشكل عام. يعني طبعا على كنا مره بنتلكك يقول لك اصل الحكم ما كتبش التقرير اللي كل الناس قريته ان الحكم كتب، فكده تهيأ لي ان يبقى في عقوبه. يعني العقوبه تعالى نتكلم بشكل صريح بالنسبه لموضوع اللي حصل في واقعه فرجاني ساسي اللي هينظرها مش لجنه المسابقات علشان بس الناس عندها خلط. العقوبه مع دلوقتي مع لجنه الانضباط، لجنه المسابقات بتشوف الحاجات اللي هي العاديه في المباراه. لكن في لائحه من الموسم ده 2019 للجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بن داري المفروض أنها تجتمع يوم الاثنين أو الثلاثة على أقصى تقدير هتعلن العقوبات. العقوبات هتكون بناء على اللائحة المادة 23 واضحة وصريحة حتى كل حاجة من ضمنها البند بتاع الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو المساعد أو المرافق أو المنسق المباراة أو المنسق الإعلامي، كل المنظومة الاعتداء أو محاولة الاعتداء. وكمان في البنود الثانية
مش عارف محاوله يعني اذا حصل اي تخريب في الملعب او اي تجاوز او مخالفه لائحه. جماعه لو عرفنا نطلع بس العقوبات دي طلعناها على النت للساده المشاهدين معانا. العقوبات في الحالات دي بتقول ايه في الماده 23؟ اربع عقوبات موجودين. الايقاف نقطه من غير ما مش محدد، ده تحدده اللجنه. بسواء بعدد يعني مباريات. خلينا ايه اتقمص اللي مش فاهم، دور اللي مش فاهم في الحته دي تحديد، هل وارد يجيبوا ساسي ويسمعوا منه اقوال او يشوفوا ممكن الواقعه بتاعتك ايه؟ طب انت ايه اللي خلاك دوافعك لده؟ فبناء عليه هيتوقف بقى مده الايقاف من عدمه وايضا قيمه العقوبه، ولا لا هو اسطمبه موجوده انا ماليش اني اسمع اللاعب؟ بص ده بيحصل بعد كده لو في تظلم او في استئناف على القرار، لكن العقوبات اللي احنا بنقولها عشان برضو الناس تكون متابعة معانا، الإيقاف رقم واحد نقطة، ما فيش بعديه، يعني مش محدد لا مباريات ولا مثلا شهور، هي بتكون ده راجع للجنة نفسها. رقم اتنين غرامة مالية بحد أدنى 50,000 جنيه. رقم تلاتة الشطب، رقم يوازي يعني بحد أدنى قيمة، لا أنا بقول بحد أدنى، خلينا أوصل معاك إن هو ممكن يتاخد ده الحد الأدنى ده يعني مؤلم للاعب بعقود اللي احنا بنسمعها والارقام اللي احنا بنسمعها، هياثر معاه هيخليه يسنيه عن تكرار المساله. انت بتحط عقوبه، يعني وارد ان الواقعه نفسها تكون يعني اخف وطاه من اللي حصل، فاهمني؟ فانت بتحط العقوبه من اقل حاجه ممكن تحصل وصولا لاقصى حاجه ممكن تحصل، مش بتحط العقوبه لاقصى حاجه، انت بتحط من اقل حاجه ممكن تحصل، فممكن يكون الايقاف يعني اقصى. يعني لا اقصده في فيها ايه؟ القيمه نفسها، هل دي تسنيه ان هو يفكر يعمل ده تاني؟ ولا مش فارقه لو تتذكر كده ناس ما كانتش بتحضر المؤتمرات الصحفيه، يعني 10,000 جنيه عقوبه هدفعها، يعني مش فارقه معايا عادي. بس انت بتشوف كمان ان هو ممكن يتوقف وممكن يتجازى ماليا، مش 50,000 جنيه شرط، يعني احنا بنتكلم ان دي اقل حاجه. الادنى احنا ايش فيه لو خده بالظبط. ده رقم اتنين. رقم تلاته الشطب. رقم اربعه اصلاح ما تم اتلافه بالنسبه لو في تلفيات حصلت سواء من الجمهور او من اي حد داخل الملعب. تمام. وكمان انه اللجنه غير ملتزمه بالترتيب ده اللي انا قلته، هو ده الترتيب المكتوب، لكن هي غير ملتزمه وممكن تاخد اكتر من عقوبه من العقوبات دي اللي شايفه ان هي تتراءم على الحدث بقياسا لما حدث في الملعب. بالظبط يعني. تمام. طيب حسام قال لكم كل الجنود اهو، وهنشوف النهايه ايه اللي هيحصل يعني. اروح معاك بقى لبرازيل الكره المصريه الدراويش. مفيش حد متابع للدوري المصري وبيشوف ان دي الوضعيات الطبيعيه لنادي الاسماعيلي في جدول الدوري، وخاصه ان هو يعني دايما وابدا الاسماعيلي ده مفرخ للاعبين والنجوم سواء للمنتخب او للانديه الكبرى زي الاهلي والزمالك. اسباب الوضعيه دي ايه في وجهه نظرك؟ هل تغير الجهاز الفنيه ولا الاداره وتعاملها مع الفريق اللاعبين نفسهم؟ شايفها ازاي مساله نادي الاسماعيلي ووضعيته في جدول الدوري؟ تمام. احنا نادي الاسماعيلي تحديدا الواحد حزين ان هو يشوفه في الوضعيه دي. بالنسبه لي انا كحد متابع، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري دول انديه دايما بتمنى ان يكون في استقرار فيهم ويكونوا بيؤدوا بشكل جيد جدا. الاسماعيلي اللي بيحصل فيه انه الجماهير كان عندها نظره للمهندس ابراهيم عثمان ان هو الفارس القادم على حصان اصفر، طبعا لانه الدرويش اللون الاصفر، ان هو هيجي يخلص النادي من كل المشاكل، وانه عوده العثمانيين من جديد، وان هو يعني هيخلص النادي من كل ازماته. حصل صدمه بالنسبه للشارع في الاسماعيليه انه الازمات زادت، المشاكل الموجوده زي ما هي، التعاقدات نفسها، اللعيبه اللي مشيت، الكلام ده كله، دي كلها امور ساهمت انه الاسماعيلي يكون موجود في الوضعيه الحاليه. لكن الاسماعيلي بشكل عام بقاله فتره، بقاله سنين مشاكل، اللي بره بيحارب في اللي جوه، واللي جوه لما يطلع يحارب في اللي بره علشان يدخل. خلينا نكون صراحه، الاسماعيلي محتاج انه ابنائه يلتفوا حوالين النادي، ابنائه هيخرج من البطاقه دي يا حسام؟ هيقدر ان هو يبقى في وضعيه دافئه في الدوري عشان يضرب؟ لا، الموسم ده الاسماعيلي يعني ان شاء الله الاسماعيلي موجود، مش هينزل. تمام. لكن انا مش اقولها والله، لا انا بقولها ان انا بحب الاسماعيلي، انا اتمنى الاسماعيلي ان شاء الله يبقى في وضعيه افضل من كده. الاسماعيلي طول عمرنا بنستمتع بيه وبنستمتع بالكوره بتاعت الاسماعيلي. نتمنى رافد من الروافد المهمه للاهلي والزمالك ومنتخب مصر وكمان بره مصر، يعني لا يعني الاسماعيلي حاله تانية خالص.
فمشكله الاسماعيلي مش في الموسم ده، مشكله الاسماعيلي في اللي جاي. خد بالك، عايز اقول لكم حسام، احنا لو قعدنا معاه في امور كتير جدا والله الوقت ما هياخدنا، وكان منها حاجات كتير جدا اللي يمكن بس اكد معاها كده سريعا عشان لازم خلاص بقى عندنا مؤتمر وحاجات كتير جدا. التعليقات الخاصه بتصريحات كابتن حسام البدري اللي يمكن طلع بيها بيان النهارده، ونفى المقصد ده وان هو اشاد بمصطفى محمد في اكتر من لقاء، فده كان لابد ان احنا نقوله برضو لحضراتكم لان الوقتنا سريعا داهمنا. حسام تمام، مستمتع دايما بيك. يعني انا بقول لك ان مصطفى محمد بنسبه كبيره موجود في معسكر المنتخب في مباراه توجو. مصطفى محمد انا شايفه راس حربه رقم واحد في مصر حاليا. بتحطه وتختار بعديه مين اللي ممكن يكون موجود، في اكتر من عنصر ظهر كويس، في حسام حسن، وفي اكتر من 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 حد في الفتره الصعبه اللي احنا بنعيشها في مركز راس الحربه، لكن مصطفى محمد تحديدا بيؤدي بشكل جيد، بيثبت ان هو راس حربه رقم واحد في مصر. مسجل 9 اهداف في الموسم لغايه دلوقتي في الدوري، شرس، مشاكس، النوعيه اللي احنا نفسنا نشوفها في منتخب مصر. ان شاء الله يكون موفق مع منتخب مصر بقياده كابتن حسام البدري فيما هو قادم. حسام نورتني وشرفتني. شكرا فتح الله، انا سعدت والله بوجودي معاك. انا الوقت اتسرق مش حلو اكتر من كده، ويمكن كان في امور كتيره جدا بقى ممكن تتعاسى اروح معايا اليد بس ما لحقناش يعني. شرفنا ومتنا حسام وتمنيك التوفيق. شكرا سعدت بوجودي معاك. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الاولى مع حسام زايد الناقد الرياضي الكبير مقاما نائب رئيس تحرير القسم الرياضي بجريده الشروق. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نجم اخر هيكون معانا كابتن عبد الناصر محمد نجم او مدير الفني نادي بهله العماني، هيكون في فقره خاصه جدا ولكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.